دقيقة رجعنا لكم من جديد في ويكاند الحياة. صباح النور الناس الكل، شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بعد شوية نهزوكم لبوحجلة وبرشا مواضيع باش نحكيو عليها في المعتمدية هذه. ما قبل هذايا باش نمشيو الحفوس في القيروان في أسبوع. القيروان في أسبوع، في أسبوع القيروان في أسبوع، الفقرة اللي تعودتوا بها فقرة أسبوعية نرجع بها لأهم الأحداث اللي صارت في مختلف معتمديات القيروان. كيف كيف زادة نواكبوا الأحداث الحينية اللي قاعدة تصير حاليا في مختلف المعتمديات. وجهتنا الأولى باش تكون حفوز مع مراسلنا سي عبد الحميد السلمي. صباح النور. تحية إليك وإلى كامل الفريق المتألق العامل معك هذا الصباح ومعكم نتوجه عبر بوصلة المنظار لنغطي إشراقة على كامل المساحة الترابية للمدرسة الابتدائية المركز بمعتمدية حفوز التي تحتضن هذا اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات تضم مجموعة من خيرة الأطباء على الصعيد الجوي وحتى على الصعيد الوطني. تشرف عليها الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتنسيق مع المستشفى المحلي بحفوز. حول الأجواء الحاصلة في هذه المناسبة، قبل الأجواء يا سي عبد الحميد، وين باش تكون القافلة هذه؟ في مدرسة؟ أي في المدرسة الابتدائية المركز بحفوز بطبيعة الحال. المدرسة تذكرنا باسمها؟ المدرسة الابتدائية المركز بمعتمدية حفوز. ما هو باش نعطيه للناس اللي يسمعوا فينا الديستيناسيون وين نجموا يمشيوا. حول الأجواء الحاصلة في هذه المناسبة، لاحظنا زميلتي إقبال محترم من المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار والعدد قابل للزيادة والارتفاع مع مرور الساعات. وهو الناس اللي يسمعوا فينا قاعدين يشوفوا في الصور اللي انت بعت، الناس اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا ينجموا يدخلوا لاباج فيسبوك الحيطة فهم يلقاو الصور اللي انت بعثتهم لنا، دونك يعرفوا باش يشوفوا قداش يعني فما. وربما نداء زاد عبر إذاعة حياة أف أم لبقية المواطنين والمساكنين في حفوز وفي أحواز حفوز يعني الاتصال ولا التوجه مباشرة إلى المدرسة الابتدائية الأم بحفوز باش ينجموا ربما يقوموا بالإحاطة الصحية نتاعهم. مازلنا تو في انتظار يعني مجموعة الأطباء هم باش يتوزعوا بعد يعني كل اختصاص في قسم من الأقسام. الأجواء في البداية منعشة ومريحة بحسن الاستقبال والتنظيم. تحية شكر إلى أعوان الصحة والتمريض. تحية كبيرة للقائمين على القافلة هذه الكل. نعم، وحتى نعطي المزيد من الإيضاحات دوار حول أهداف هذه القافلة الصحية بمعتمدية حفوز، ينضم إلينا مشكور السيد محرز الشلاقي مدير المستشفى المحلي بحفوز. مرحبا. مرحبا بك سوار ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة حياة فهم. مرحبا بك سيدي على موجة الحياة فهم. عايشك سوار. يعيشك، إن شاء الله ربي يوفقكم في القفلة الصحية هذه. كان تحكي لنا على الاختصاصات الطبية اللي مش تكون اليوم موجودة. خلينا نعطيو فكرة للأهالي الموجودين غاديك وإلا اللي قراب من المدرسة اللي يحبوا اليوم يلتحقوا بالقفلة الصحية هذه. نعم سوار، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة حياة فهم. اليوم ينظم المستشفى المحلي بحفوز بالتنسيق مع كلية الطب بسوسة وودادية أساتذة الطب بسوسة قافلة صحية متعددة الاختصاصات في صعيد مواطني جهة حفوز. تصدر الإشارة أن كلية الطب وودادية أساتذة الطب بسوسة نظموا سابقا قبل العيد قافلة مماثلة بمستشفى الوسطية وقافلة أخرى طب قبل الفارق بمستشفى العلاء. اليوم القافلة الثالثة واختتام تدخلاتها في ولاية القيروان في حفوز كل يوم إن شاء الله. بالنسبة للاختصاصات سوار هناك ما يناهز 40 طبيب مختص هم بالأساس أساتذة استشفائيون جامعون ومساعدين استشفائيين جامعين في الطب ينتمون إلى كلية الطب بسوسة. الاختصاصات المتوفرة اليوم هي الأمراض الجلدية، أمراض الأطفال نصف. يعني من حدود التسعة متاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص 40 طبيب اختصاص باش يكونوا موجودين في المدرسة بحفوز والقافلة الصحية هذه لخدمة المواطنين اللي موجودين غاديك. صحيح سوار، وندعوهم بالمناسبة للتوجه إلى مدرسة حفوز المركز للتسجيل والانتفاع بالخدمات الصحية المتعددة والمتنوعة الموجودة. الجدير بالذكر سوار أنه بعد القافلة إن شاء الله بعد الغداء هؤلاء الأساتذة سيؤمنون حصص تكوينية، ثلاثة حصص تكوينية لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى المحلي بحفوز. مهم برشا، يعطيهم الصح.
وتعرف أهمية التكوين المستمر للأعوان الصحية خاصة في المناطق مثل حفوج والعلية والوسطية. في المناطق الكل هو اليوم التكوين ضروري برشا. يعطيك صحة، شكرا للإيضاحات والمعلومات اللي قدمتها لنا هذه الكل. نرجع معك سي عبد الحميد. عنا مواطنة سوار. مرحبا. ألو. وي مرحبا سي عبد الحميد، تسمع فينا؟ سوار باش نعطوا زاد حق الطرف الآخر المواطن. أكيد. أحد المواطنين اللي جاب الوالد نتاعو باش يقوم بالفحوصات الطبية نتاعو، أو مش زاد قدموه لسوار. مرحبا. ألو مرحبا فيك سوار. سيدي مرحبا بك على موجة الحياة فيم. مرحبا بك ومرحبا بكيف إذاعة حياة فيم. شكرا لك. أنت اليوم موجود في المدرسة هذه، جبت معك الوالد؟ أي أنا اليوم موجود في المدرسة هذه، جبت بويا. إن شاء الله ربي يشد لك بصحة. مبادرة طيبة من كيف الأطباء ونشكرهم. كل للانتفاع بالخدمات كما كنت تسمع أكثر من 40. خدمات طيبة ما شاء الله، الأطباء كلها قايمين واجبهم. نشكرهم الكل. الحضور عبد مزيد أعداد غفيرة. هيا به إن شاء الله، إن شاء الله من هنا حتى الماضي ساعة الأعداد تكون معناتها به، يعني يكون فما إقبال جيد لأنه مهم برشا نتلهو بصحتنا. يعطيك الصحة أنت اللي جبت الوالد، إن شاء الله ربي يشفيه. سي عبد الحميد إن شاء الله. نرجع معك سي عبد الحميد. أتوار. سي عبد الحميد يعطيك الصحة على التغطية هذه، بعد شوية كي تلقاو كل التفاصيل والارتيكل فيه جميع الحيثيات القفلة الصحية هذه. هذه كانت فقرتنا لليوم، القيروان في أسبوع. القيروان في أسبوع. في أسبوع. في إطار مواكبتنا زاد لأهم الأحداث في القيروان زاد على مستوى وطني، في إطار الفقرة هذه اللي ديما تكون موجودة معكم في ويكاند الحياة، بعد شوية نمشي لبوحجلة ونواكبوا المستجدات في المنطقة كيف كيف. زاد بعد شوية يجيكم حمزة في خواطر يختار لكم موضوع من المواضيع باش يحكي لكم فيه، طبعا بعد شوية نعرفوا التفاصيل خلي ما نحرقش الموضوع، طبعا بعد شوية يجيكم حمزة يعطيكم أفونغو زاد على شنو باش يحكي. ما تبدلوش الموجة، ما تبعدوش بعيد، خليكم ديما معنا على 90.3.